الصوت واضحين؟ بس أريد أتأكد. شكرا قيس، مساء الخيرات. صورة وصوت واضحين؟ شكرا هنا، شكرا عزيزتي. جيد، واضح جدا. مساء الخير اللي عنده مساء، وصباح الخير اللي عنده صباح.
وسهلا بكم جميعا. بعد شوية نخلص التركيبة نبدي لقائنا اليوم. مرحبا وهلا أهلا وسهلا عبد. شكرا لكل اللي يشاركون ويانا، ونتمنى تشاركوا اللقاء ويا أهلكم أصدقائكم أحبابكم. نحاول ننشر كلمة الله. مساء الخير سميع، مساء الخير عبد، أهلا وسهلا بالجميع. مساء الخيرات رشا، أهلا وسهلا بك. مساء الخيرات نادين، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالجميع، وشكرا لحضوركم ويانا ومشاركتكم ويانا. مساء الخير، مساء الخير سميع. شكرا توما، شكرا ابو العين، شكرا جزيلا. يا اهلا وسهلا باهلنا واحبابنا واصدقائنا بهذا اللقاء الروحي اللي جمعنا بهذا اليوم السبت. الأسئلة والتجينا تعليقات ما راح أقراها بعد، لأنه راح نبدي بصلاة وورا اللقاء ورا المحاضرة راح نسمع إلى أسئلتكم. اليوم بهذا اللقاء أتمنى تشاركون ويانا بالصلاة من أجل كل الضحايا والأرواح اللي انتقلت من بيناتنا بسبب هاي الجائحة، هالفيروس اللي سيطر على العالم كله، ونخص بالذكر أبونا صلاح خدور اللي انتقل كاهن من كنيسة الكلدانية، وكثير من الآباء بس ككنيستنا الكلدانية أيضا نذكر الأب صلاح خدور اللي انتقل إلى الأخدار السماوية بسبب هذا المرض، وأيضا نذكر أساقفتنا الأجلاء مار باسيليوس ومار روبرت معاونين الباتريارك في بغداد هما، وأيضا نشاركهم بصلواتنا الله يشفيهم، وأيضا أخوتي الكهنة نشاركهم الأب البير هشام وأب هاني خميس، نشاركهم في صلاتنا يشفون من هذا المرض، متواجدين في بغداد حاليا. وأيضا طلبوا نذكر بالصلاة الأخت سوسن دادو من أبرشية ديترويت فلينت، أمن هي وعائلتها مصابين بفيروس كورونا، نصلي من أجلهم. وسكرتارية مطرانية ديترويت سكرتيرة نادية نذكرها بصلاتنا همينة، ونذكر كل اللي يشاركون ويانا بصلاتنا اليوم، وكلكم انتم الحاضرين ويانا، انتم ويانا في قلبنا في صلاتنا دائما. وما بأخص بس إرساليتنا هنا، لا، الكاهن يصلي من أجل الكل، من أجل كل إنسان محتاج، من أجل بالأخص من أجل الأشخاص أو الناس اللي ما عندهم يصلون لهم، فأحنا نذكرهم بصلاتنا. ونقول صلاة الأبانا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبحة إلى دهر الدهرين آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الإله
إله واحد آمين. بشفاعة هالصليب المقدس يرحم جميع موتانا ويشفي جميع مرضانا ويحمي اللي كلهم اللي دا يشاركون ويانا واللي ما شاركوا معانا نذكرهم في صلواتنا آمين. مساء الخير اللي عنده مساء، وصباح الخير اللي عنده صباح جميل مبارك، نهار مبارك. أهلا وسهلا بيكم بهذا اللقاء الحلو اللي احنا مجتمعين اليوم بينه، وحبينا نعمل أسرار الكنيسة. قبل كل شيء انه أسرار الكنيسة صراحة كان عملتها محاضرة في ديترويت، كنيسة مارغورغيس شبلي تاون بسنة 2018، وأيضا كثير من أساقفتنا الأجلاء من كافة الكنائس اللي عملوها شرحوا أسرار الكنيسة، ومشكورين على الجهود اللي دي قدموها في توصيل كلمة الله، في الخدمة، في نقل كلمة الله، في نقل مفاهيم وتعاليم الكنيسة إلى كل إنسان محتاج إلى هاي التعاليم حتى نفهمها. أنا اليوم أبدي وياكم أسرار الكنيسة السبعة، بس مقدمة ما رح أخذ أي سر، فإذا تسألون سؤال سر الزواج جوابي رح يكون لما نوصل سر الزواج، أو سر الأفخارستية جوابي رح يكون لما نوصل سر الأفخارستية. فكل سر حتى نركز حياتنا، ركز فكرنا، موضوعنا نوجهه إلى هذه الأسرار، وكل سر لازم نفهمه. للأسف الشديد أنه أسرار الكنيسة مالتنا، للأسف الشديد أقولها بألم بألم. ليش؟ لأنه نبدي من أول سر اللي هو سر العماد المقدس، مثل ما تشوفون سر العماد المقدس من هنا نبدي سر العماد المقدس، فقد قيمته بالحفلات والأمسيات والسهرات. الطفل نايم بعربانته أو نايم بالبيت أو نايم في مكان ما، الناس بالعافية أكل شرب رقص سكر ويمكن مشاكل، هو هذا سر الأعمال. الطفل زين شنو احتفل بينه؟ شفكر بينه الطفل؟ للأسف الشديد. فهذا السر الأول، سر الأعمال. يجي ورانه سر الميرون أو التثبيت، يجي ورانه سر القربان المقدس، سر التوبة، سر الزواج، سر الكهنوت، وسر مسحة المرضى. هاي الأسرار كنسية، احتفال يكون عائلي بين كنيسة والعائلة، ما يحتفلوا بيها حفلات كبيرة، صخب سكر. للأسف أقولها حتى اللبس الغير محتشم في الحفلات، وللأسف الشديد ضاعت قيمتها ومدى نفهم معانيها بصورة صحيحة. أوه يلا شو نسوي بالسر؟ عمد خلاص، أو أخذ تناول الأول نسوي حفلة له، نعزم كل القريب والبعيد، وإذا ما يجي واحد همنا إلى حفلتنا يا ويلي، إيش قد رح يأكل كلام، إيش قد رح يأكل حكي من عدم حضور هاي المناسبة. ليش ما حضر؟ ورح أسوي عناد، هم أنا ما رح أروح وأحضر إلى الحفلة مالته أو أي مناسبة مالته، تصير مشاحنات وتصير زعل وتصير كثير أشياء بسبب. والسر وينه؟ انفقد معنى السر، صرنا نركز الحفلة والعزيمة والمعازيم والأكل وشرب والسكر. للأسف الشديد، فمثل ما قلت أخوتي خوات، اليوم نبدي مقدمة صغيرة عن مفهوم الأسرار، فكثير مهم كثير مهم أنه نفهمها هاي الأسرار بصورتها الصحيحة الكنسية الروحية، والرموز اللي ترمز لها هاي المادة الموجودة في السر. مقدمة عن السر، أسرار الكنيسة السبعة. لما نسمع كلمة سر نترجمها حرفيا أو جوجل ترانسليت
is a secret. بس ككنيسة ما ترمز إلى secret. لا. ما هو السكرت؟ هو أنه أنا أنطي كلمة لشخص ما يحافظ على هذا السر. وينه هذا السر اللي نحافظه اليوم؟ إذا أنطينه سر بعد الله يستر منه راح تقوله. بس أفتح كلمة أقول الشخص حافظ علينا هذا السر، هذا ما بقى سر لأنه طلع طلع. بس ما راح نتجاوز على هالكلام على هالكلمة لأنه بدنا ندخل في أسرار الكنيسة السبعة. فهناك سر يترجم secret، هو الذي لا يخبر عنه، هذا السكرت السر. لكننا لما نفكر بأسرار الكنيسة السبعة ما راح نقول seven secret، no، نقول seven sacrament، أسرار المقدسة. sacrament أسرار المقدسة أي القدسيات. قد لا يمارس الإنسان كل الأسرار، ماكو واحد من عندنا كل الأسرار عنده. مثلا أنا أقف دقيقة وياكم، جاوبوني على السريع، أنا كم سر عندي؟ أنا كم سر عندي؟ أريد جواب، أنطوني عدد بس، راح أعطيكم مجال دقيقة. ماكو ولا جواب؟ أنا كم سر عندي؟ أربعة، خمسة، بعد أعداد صعدت، بعد عندكم 30 ثانية. أنا كم سر عندي؟ أنا ما عندي سر الزواج، شكرا سعاد. بس عندنا كهنة متزوجين. مارلين ستة، أديبة أهلا وسهلا ستة، رشا ستة، راح أقول قيس أربعة، شذا ثلاثة. جيد، أنتوا معي وشكرا، خلص الوقت مالتنا. حيل سبعة، سام يا سبعة، العفو أربعة. أنا عندي عماث، ميرون، قربان، التوبة وسر الكهنوت، باقي سر الزواج ومسحة المرضى. فإذا أنا عندي خمس أسرار، أني ماخذ خمسة، سام خمسة عندي، خمس أسرار: العماث، الميرون، القربان، التوبة وسر الكهنوت. شفتوا؟ هاي مدى نركز عليها مثل ما ذكرت يوم الأحد الماضي أنه شنو هي وصايا الكنيسة. عشرة هي؟ لا، هي ما عشرة، خمسة، لا مو هي. لازم نفكر ننطي قيمتها هاي الأسرار. شكرا عزيزي اللي جاوبوا، شكرا جزيلا. بس أنا عندي خمس أسرار. فإذا seven sacrament، مثلا البتول اللي ناذر نفسه نقول يوسف البتول، يوسف البار أو البتول، ما تزوج. مريم البتول ما تزوجت، ما معناتها أنه هذا الشخص ما متزوج، ما عنده ثمرة الزواج. عنده بس كرس نفسه، كرس للبتولية، كثير مهم. وما كل إنسان يصير كاهن، لأننا جميعا نستفيد من سر الكهنوت اللي هو خادم الأسرار كلها. فكثير مهم أنه مثل ما قلنا البتول وال الزواج، ما كلهم يتزوجون وما كلهم يصيرون كهنة، فكثير مهمة. على فكرة أخوتي أخواتي، وصلت رسالة إلى عائلة أخت مريم نونا، هم أنا مصابين كلهم بكورونا في فلنت، الله يشفيهم ونصلي بمدالهم. هناك أسرار أيضا لا تعد،
وما تتكرر هي المعمودية، الميرون، الكهنوت. هاي ثلاث أسرار ما تكرر، المعمودية، الميرون، الكهنوت، وباقي الأسرار تعاد. فالإنسان يقدم توبة ويعترف أو يتناول المناولة، نتناول كل أحد أو نتناول كل قداس، ومناسبة تصير المناولة تتكرر، التوبة تتكرر. ما أقدر أقول الزواج يتكرر لما يموت الشخص الآخر، ما أريد أقول طلاق، وللأسف نسبة الطلاقات كثير زادت للأسف الشديد. نحن ككنيسة كاثوليكية نؤمن بسبعة أسرار مقدسة أسسها يسوع المسيح كينابيع خلاص، وهذا ما آمنت به الكنيسة الأولى عبر شنو؟ عبر الرسل اللي أخذناها، الرسل اللي جابونا إياها وصلوها لنا، وما عاشه أيضا آباء الكنيسة الأولين. إلى أن حددت الكنيسة عدد الأسرار في مطلع القرن الثاني عشر بالاستناد إلى اللاهوتي بيير لومبار، ثم أعلنت الكنيسة اللائحة الرسمية للأسرار في مجمع ليون المسكوني 1274. ومن بعده أكد كل من المجمع الفلورنسي سنة 1439 والمجمع تريدانتيني 1547 على ضرورة الأسرار السبعة كمؤسسة حقيقية مع الرب يسوع المسيح. هذا الإيمان بالأسرار كينابيع للخلاص يتأتى منه من تأسيس الرب للكنيسة، بمعنى أن تأسيس الأسرار متضمن في تأسيس الكنيسة، كثير مهم. لماذا يشار إلى الأسرار نقول أنها سبعة؟ لماذا العدد سبعة؟ العدد سبعة له دلالته الكتابية الهامة، رقم بركة، يوم راحة الرب، وكثير نشوفها رقم سبعة في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، إلى أن استقرت أيضا في التقليد الكنسي، الأمر الذي يفسر قبول جميع الكنائس الأخرى لهذا التحديد الكاثوليكي. الكنيسة الكاثوليكية لديها سبعة أسرار، ولكن أيضا ما بس عندنا أسرار، لدينا أيضا ككنيسة كاثوليكية أواني مقدسة، رموز مقدسة، أيقونات مقدسة، وأنواع مختلفة من الصلوات والطقوس. القداس، قداس معناته السر الإلهي. ما الذي يجعل الشيء سر بالتحديد؟ ولماذا أسرار الكنيسة سبعة فقط؟ لكي يكون أمر ما سرا كنسيا يجب أن يتوفر فيه ثلاث شروط أساسية، وإذا نقص واحد من هذه الشروط فهو ليس سر. أسرار الكنيسة هي الشروط اللازمة: علامة خارجية، وسيلة النعمة، أسسها يسوع المسيح خلال حياته على الأرض. أسسها يسوع خلال حياته على الأرض. كبر الشاشة شوية لكم حتى أنا نفهم، إذا تحبون تقروا فإذا أسسها علامة خارجية، وسيلة نعمة، أسسها يسوع خلال حياته الأرضية. زين، إذا قول علامة خارجية، جميع الأسرار لها علامات خارجية، بما في ذلك الكلمات، الإشارات. لما يسوي الكاهن نيثما ليأتي يا رب روحك القدوس على هذا الماء، الأشياء مثل الماء والزيت، هذا مهم جدا لأنها تجعلنا نعرف متى يحصل كل واحد من أسرار الكنيسة. لما نشوف أكو مي
واكو زيت معناته اكو سر. اذا كان السر غير مرئي قد يكون من الصعب معرفة ما اذا كنا قد تلقيناه. ماكو مي، ماكو ميرو او دهن مقدس، شنو هذا السر؟ مدى افهمه كما يشرح لنا القديس توما الاكويني ويقول: البشر هم مخلوقات مادية ندرك الأشياء من خلال حواسنا. الإنسان مادي، يعني بينه جسد ملموس. أنا ما راح أحس بشيء إلا أن ألمسه، أحس بينه، لأنه هاي كأنه مادة تمسك مادة. غير هذا الشيء ما هو سر. فمن المنطقي إذن أن يوصل الله نعمته لنا من خلال أمور متاحة وفيما تناول أيدينا. ما راح نقول يجيب لنا زيت مسحة الملوك، هذا زيت مثلا نقول عليه زيت خاص وما يلقي إلا في القدسيات، إلا إنسان مثل نقول يجينا من السماء مثلا. زين، هاي إنسان أرضي مادي غير يريد فتشي مادي ويانو حتينا، فوفروا هذه الماء والزيت حتى تكون وسيلة. على سبيل المثال، عند عماد الطفل يصب الكاهن الماء على رأس الطفل أو يغطسه في جرن العماد ويلفظ الكلمات الكنيسة التي أعطتها له من قبل الرب يسوع: أنا أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس. لازم نعملها هذه الحركات حتى زين. اذا هو واقف هناك القريب او القريبه شايلين الطفل، انا اقف من بعيد: انا اعمدك باسم الاب والابن والروح القدس. ما تغبينه، ما احط مي علينه. شنو هاي الوسيله اللي وصلت له؟ ما وصل له شيء. فهذه اول نقطه، العلامه الخارجيه وسيله للنعمه. وسيلة للنعمة. الأسرار ليست رموز، ما هي رموز فقط، فهي تحدث فعل في الإنسان المقتبل للسر، الحقائق الروحية التي ترمز إليها هذا السر. العديد من الرموز الدينية القوية في الكنيسة وخارجها، لكن إذا كان هو مجرد رمز، أو يلا شنو هذا، ما بس رمز يحطون زيت، لا 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 لا، ما رمز ولا يعطي فعليا نعمة الله، فإنه ليس سر. خلي نفكر بينه، لا نفكر بالرمز، الرمز يقتل. فإذا هذا ما رمز، هذا سر، وهذا أمر مهم، لأننا في حاجة ماسة إلى نعمة الله في حياتنا. والأسرار هي الوسيلة العادية التي يمكننا الحصول على هذه النعمة. علامة خارجية، وسيلة نعمة. نشوف مؤسسة من قبل يسوع المسيح. هناك العديد من العلامات الواضحة يمكن أن تستخدم من قبل الله لإعطاء شخص ما نعمة خاصة، ولكن ليكون واحدا من الأسرار السبعة عليه أن يكون صادرا عن الرب يسوع نفسه أثناء حياته على الأرض. ما من خيال التلاميذ، من الرب يسوع أو من الكنيسة اللي استلمته من يسوع. مثلا صلاة مذبحة الوردية هي ممارسة روحية رائعة، صلاة رائعة، صلاة مذبحة الوردية، وتلاوتها مناسبة لإعطاء شخص نعمة من الله، لكنها صلاة الوردية ليست من أسرار الكنيسة السبعة. أكو فرق. ما هي من أسرار الكنيسة السبعة؟ تأسست مؤخرا مع القديس أبلحت 1170-1221، وأيضا ظهور العذراء مريم ظهوراتها، وطلبت صلوات المذبحة الوردية المقدسة،
بعدها ارتبطت هذه المذبحة بحياة يسوع الكاملة على الأرض، منها أسرار الحزن، الفرح، المجد، وأضيفت من قبل قداسة يوحنا بولس الثاني مؤخرا 1995 أو 96 ويا قداسة يوحنا بولس الثاني أسرار النور، فإذا الفرح، الحزن، المجد، النور. بالتالي فإن أسرار الكنيسة هي ليست شيئا يمكن للكنيسة أن تغير فيها أو تضيف عليها، لأنها مؤسسة من قبل يسوع، بل هي أمرا تلقته من يسوع نفسه، والكنيسة تحافظ عليه، تمارسه وتمرره للمؤمنين باستلامهم. إنه لمن الأهمية بمكان أن يتفهم المرء ماهية السر فهما صحيحا غير ملتبس. زين أنا دا أروح أخذ ابني للإعماد، أو واحد من عندكم ياخذ التناول الأول، أو واحد يروح للاعتراف. هو دا يدخل للاعتراف وطلع من الاعتراف وحكى للناس كل الخطايا اللي عملها، والقش هاكل قال لي، وأنا حكيت مع القس قال، هذا ما سر، هذا ما سر، لازم نفهم. أو يجي الكاهن دا يعمل وشاف دا يحط زيت على الماء حتى يباركه، الناس يقولون ليش خليت زيت بالماء؟ حاشا 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 أقول هذا الكلام. ليجي شخص يقول أنت وسخت الماء بهذا الزيت، أنا ما أريد أخلي من هذا الماء الزيت بينه زيت على طفلي أو على ابني. لازم نفهم شنو معناته، لازم نفهم عن جدا نسوي هاي الحركات، جدا نسوي دور القريب كثير مهم، دور الأب والأم في التعليم كثير مهم. مو يجي لي قريب عمره 8 سنوات يقول أنا أخلي هذا قريبي، إيش قريب هذا؟ هذا يحتاج لتعليم. القريب كثير مهم، فنيجي كل شيء لازم نفهم هاي الحركات، نفهمها أثناء الممارسة. أن يتفهم المرء ماهية السر فهما صحيحا ماكو أي التباس بيها، فهو لا يعني ما هو خفي ومحجوب عنا أو ما يصعب فهمه، لا. فالسر هنا يعني العلامة الخارجية المنظورة والتي تهب بدورها نعمة غير منظورة، أنه حضور المسيح الخلاصي بقوة الروح القدس من خلال الكنيسة، كما أشار الكتاب المقدس أن هذه النعمة هي نعمة الخلاص، إذ بدونها يصبح الإنسان مفتقرا إلى ينابيع الخلاص، أي لحضور المسيح بشكل عميق. مدخل أسرار الكنيسة السبعة هو سر العماد المقدس. ماكو تناول القربان المقدس ما لم يكن معتمد الشخص، كما أن الشعب اليهودي لم يأكل من المن السماوي. تتذكرون لما طلع الشعب اليهودي من عبودية مصر وفرعون وموسى لما طلعهم، وفرعون دا يلاحقهم وعبروا البحر، وعلى الجهة الثانية جاعوا كان طلبوا أكل، فالله أعطاهم المن السماوي، ما أكلوا من المن، انتبهتوا على كلامي؟ عبروا البحر، البحر رمز إلى المعمودية. يجب ممارسة سر التوبة قبل كل سر من أسرار السبعة. أخوتي، عمل الروح القدس في الأسرار السبعة الكنسية السبعة مبنية على عمل الروح القدس. هاي الأسرار، الروح القدس هو الذي يبارك ماء المعمودية ويعطي الإنسان ميلادا جديدا. لما يصلي الكاهن ليجعل من هذا الجرن جرن جديد، يعني الطاسة أو الجرن العماد نسمينه، يجعله جرنا جديدا يولد منه أولاد روحيين جدا. هاي كثير مهمة، من الماء والروح، والروح القدس هو صاحب المسحة المقدسة في سر الميرون. احنا ككنيسة كاثوليكية كلدانية نعطي سرين بالإعماث، الإعماث والميرون.
الميرون هو يرمز إلى ثبوت الروح القدس للطفل المقتبل لسر العماد المقدس، وهو الذي يعطي غفران الخطايا في سر التوبة. فلا يغفر الخطايا سوى الله وحده، والروح القدس هو الذي يحول الخمر والماء، الخبز والخمر، إلى جسد ودم ربنا يسوع المسيح. والكاهن يستدعي روح القدس في سر الإفخارستية حتى يستحيل الاستحالة تحويل الماء الخمر والخبز إلى جسد ودم ربنا يسوع المسيح. وهو الذي الروح القدس يمنح السلطان والدرجة المقدسة في سر الكهنوت، وهو الذي الروح القدس يحول الاثنين واحدا في سر الزواج، ليس جسدان وإنما جسد واحد، ثابتين في جسد المسيح كجسد واحد، ويمنحهما حبا روحيا متبادلا يحافظ في كيان الأسرة. ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. بس مع الأسف الروح القدس هو الذي يمنح الشفاء في مسحة المرضى. شفنا دور الروح القدس. إذن الروح القدس هو العامل في الكنيسة في الأسرار المقدسة، وسميت أسرار لأجل أكو عمل سري الذي يعمله الروح القدس. ما نشوفه احنا الروح القدس. منو شاف الروح القدس؟ يوحنا رأيت روح الله نازلا مثل حمامة وجاثيا عليه. انتبهوا، لأجل العمل السري الذي يعمله الروح القدس دون أن يرى الناس منه شيئا. لذلك قيل إنها أسرار لأننا بها ننال نعمة سرية تعطى بواسطة شيء طاهر. فالظاهر مثلا هو تخطيص المعمد في الماء، والسر هو ولادة جديدة. هو ده يخطص هذا الإنسان بس يولد جديد. يولد شنو هو؟ معناته تنقى من الخطيئة الأصلية. موت المسيح وقيامته مع المسيح. الظاهر في سر الأفخارستية هو الخبز والخمر. دع شوف أكو خبز وخمر. والسر هو عمل الروح القدس الغير المنظور في تحويل هذا السر، هذا الخبز والخمر، إلى جسد ودم ربنا يسوع المسيح. لذلك فالسر الكنسي يقال عنه نعمة غير منظورة تحت أعراف منظورة. ماذا تعني كلمة سر في الكتاب المقدس؟ لكلمة سر في الكتاب المقدس معناها الاعتيادي المعروف به، كما في قوله وعملوا بنو إسرائيل سرا، شوفها في سفر الملوك الثاني، وقوله لا تبح بسر غيرك، سفر الأمثال. وتأتي كلمة السر في الكتاب المقدس أيضا بمعنى رمز، إشارة أو علامة. فقول دانيال في الإصحاح الثاني بعد وصف التمثال الذي رآه نبوخذنصر إن هذا سر، يعني به علامة لأمور خفية، إذ يشير إلى تعاقب أربع ممالك يظهر بعدها ملك المسيح، كما جاء في قول يوحنا في الرؤيا سر سبعة الكواكب التي رأيت على يميني، وسبعة المنابر الذهبية. السبع كواكب هي ملائكة السبع كنائس، والمنابر السبعة التي رأيتها هي سبع كنائس. هذه بسفر الرؤيا فصل الأول وعشرين. التشابه بين الأسرار وما تشير إليه. أسرار الكنيسة السبعة في مظاهرها الطقسية تشير إلى أعمال تطهير النفس وتجديدها، لأنه ولدنا إحنا في الخطيئة الأصلية. هنا تطهير النفس وتجديدها بالنعمة.
هي مطابقة إلى القصد الإلهي الذي وضعت من أجله، إذ يوجد تشابه كل بينهما وبين ما تشير إليه. مثلا الغسل بالماء في المعمودية يشير بأسلوب مباشر إلى غسل النفس من أدران الخطيئة، كذلك الزيت في سر الميرون وسر مسحة المرضى. فأن نسب مادة للدلالة على قوة السر لتسكين أوجاع الجسد وتقويته. كثير من عندنا يطلبوا من الكاهن مس الزيت المقدس امسح بينه المريض حتى ينطيني قوة. هنا نخاف من مسحة المرضى، يقولون هذا طلعت فيزته ما نعرف وين صار. هكذا أخوتي بقية الأسرار. هكذا كما يوجد في الوقت الحاضر الطب، نصلي من أجل الطب، العاملين في المجال الطبي يتعبون كثير مع هذا المرض فيروس كورونا اللي حاليا هم في الخطوط الأمامية، الله يحميهم دائما. الطب في العلاج الجسدي يوجد ثلاث أنواع من الأدوية: نوع يحسم الداء بعد وروده، نوع يسبق الداء ويقي منه، نوع يقوي البدن بالإكثار من الجواهر الحيوية التي تمنع ضعفه. يا أخوتي نلتزم بالقوانين واللي تنطينا إياها الكنيسة أو الحكومة أو المستشفيات، الكمامة، سانيتايزر هاند، هاي كلها وقاية، بس احنا عايفيها ونقول لا ماكو، وهاي كلها خدعة وكله كذب كله ما عرف شنو هو. ما ندخل في هيك مواضيع، بس للأسف الشديد الأسرار السبعة التي أعطانا إياها الطبيب الروحي يسوع المسيح ربنا مخلصنا، فإنها تقوم بهذه الوظائف الثلاثة. شنو هي الوظائف الثلاثة اللي ذكرناها؟ أنه شوفوها: نوع يحسم الداء مع وروده، نوع يسبق الداء ويقي منه، ونوع يقوي البدن بالإكثار من الجواهر الحيوية التي تمنع ضعفه. كذلك الأسرار السبعة اللي أعطاها يسوع فإنها تقوم بهذه الوظائف الثلاثة: المعمودية والتوبة ومسحة المرضى، تعتبر أدوية روحية للشفاء من الخطيئة الأصلية والخطايا الفعلية. هي أدوية يحتاج إليها كل فرد. الزواج والميرون هم دواءان للانتصار على الشهوة والخطيئة، أحدهما للنصرة على الشهوات والثاني لإضعاف القوى العصبية الغضب. في ذلك وقاية وتحصين من الخطايا. أما سري الكهنوت والإفخارستية فإنهما ينميان فينا العافية الروحية المكتسبة من الأسرار الأخرى. أخوتي أخواتي، هاي المقدمة اللي أعطينا إياها عن الأسرار الكنيسة السبعة. دنا نتهيأ شرحنا كل شيء، لأنه السبت الجاي القادم راح نبدي في سر أول سر من أسرار الكنيسة اللي مثل ما تشوفون سر المعمودية. فهاي المقدمة اللي أعطينا إياها حتى نفهم شنية الأسرار بصورة عامة قبل ما ندخل إلى مفهوم السر الأساسي. خلي نفهم شنو هي الأسرار، مقدمة شنو نستعمل في كل سر من الماء، الدهن المقدس، الكليل والزواج، المسحة في الكهنوت، مسحة في المرضى وغيرها من الأسرار. لازم نفهم هاي المقدمة قبل ما نبدي بالأسرار. وشكرا، أنا أشكر كثير الأخوة الأسبوعين الماضيين وسام وأخ ماهر جورج، وسام خضوري اللي جوي لقاء الشباب كان عندنا الأسبوع الماضي، وإن شاء الله راح نعيده مرة ثانية هاي اللقاء الشبيبة نعيدها. وقبلها كان عندي صراحة شغل، كان عندي اجتماع ما قدر أن أكون وياكم، هسا رجعت معاكم، وإن شاء الله إذا الله خلانا طيبين بالصحة والعافية نكمل باقي الأسرار.
من الأسبوع الجاي إن شاء الله، ونفكر بكل سر بسره، ونفكر شون نمارس هاي الأسرار ولا نطلع بهال صخب العالم اللي بعدنا كثير كثير عن مفهوم السر. ناخذ دقيقة وياكم ونرجع ويا أسئلتكم ومناقشتكم، ناخذ وقت في الدقيقة نسمع من مار يوسف ترتيلته اللي هو شفيع إرساليتنا. رسالتنا أتمناها لكلكم. ليلى كادو، أبونا شلون ما أكل المن؟ أكل الخبز السماوي؟ أرجو الإجابة. أكيد الله بعث هذا الخبز السماوي اللي أعطانه إلى شعبه اللي خرج من عبودية مصر، أكيد معافهم، بس حسب ما يذكر في الكتاب المقدس أنهم أكلوا المن السماوي. وإذا أكو إجابة نتمنى أيضا أخرى نجاوب عليها. شكرا جزيلا لكل اللي شاركوا. أبونا المن السلوى في سفر الخروج أصحاح 16. شكرا جزيلا عزيزتي ليلى. الكنيسة وضعت هذه الأسرار لأن الرب يسوع المسيح قد أسسها. شكرا جبرائيل، شكرا شذا، شكرا أبونا على هذا الشرح الرائع. أتمنى من جماعتنا اللي بيتحولون للكنائس الإنجيلية ويتعمدون مرة ثانية يسمعون هذا الكلام. يعني شذا عزيزتي بألم
بألم شديد أقولها هذا الكلام، اللي دا يتحول إلى كنائس أخرى إذا هو ما فهم كنيسته ما رح أصور رح يفهم كنيسة أخرى، دا ينتقل من كنيسة إلى كنيسة أكيد عنده مصلحة، أكيد عنده غاية، دا يتحول من كنيسة إلى كنيسة، لأنه يسوع هو واحد. إذا يسوع في كنيستي ما فهمه هو الشخص، معقولة رح يفهمه غير كنائس؟ فأكيد عنده مصلحة أو عنده غاية أو عنده فتشي دا ينتقل إلى كنائس أخرى. العماد لا يكرر، مثل ما قلت في بداية المحاضرة، عماد ميرون وكهنوت لا يكررون، لا ينعادون أبدا. وإذا شخص مشكوك أنه معمد، يجي الكاهن، وقلت يجي وقتها نشرحها، أنه يقول أعمدك بشرط أن لا تكون معمد، يقولها بشرط أن لا تكون معمد. وللأسف أنه دا يتحولون إلى كنائس أخرى، فمثل ما قلت أنه عنده غاية أو عنده مصلحة لهذا السبب. أكيد جبرائيل موجود الأسرار، بس مثل ما قلنا أنه العماد موجود في العهد القديم والزواج صحيح، يوحنا مارس العماد بس ما كان كامل، سوف يأتي بعدي من بعدي هو يعمدكم بالنار والروح. هذه كثير مهمة، النار والروح، النار روح القدس. هل بإمكان إعطاء سر مسحة المرضى من قبل شخص قريب ومتواجد مع مريض، خصوصا في هذه الظروف جائحة كورونا؟ باهرة جرجيس عزيزتي، قلنا يجي كل سر بسره، بس مسحة المرضى انه صلاة، تقول رسالة مال يعقوب، عندما يشعر الانسان مريضا يستدعي كهنة الكنيسة ويمسحون المريض، ما يقول يستدعي واحد من البيت، كهنة الكنيسة، لانه مسحة المرضى بها سر الاعتراف. ماكو أي شخص يقدر يسمع سر الاعتراف غير اللي عنده سر الكهنوت وأعلى سر الكهنوت، معناته وسر الأسقفية. فهذه حتى لو جائحة كورونا يقدر، مثل ما قال لنا قداسة البابا فرانسيس، قالها في بداية جائحة كورونا، قال الإنسان اللي ما يقدر يصل إلى شخص يريد يعترف، يقدر يعترف هو بينه وبين الله، بس في أقرب وقت لازم يعترف عند كاهن. فنفس الشيء إذا هو مشتاق إلى مسحة المرضى، تقدرين أنت بالبيت تجيبين زيت مقدس وتصلين عليه وتمسحينه، بس ما هي سر مسحة المرضى، لأنه الأسرار سلمت إلى أيدي الكهنة حتى يكون سر كامل وصحيح. هذه جواب إلى بهرة عزيزتي، أتمنى كان وصل الجواب إليك. شكرا شادة عزيزتي، الرب يبارك ويوفق لخدمة الكنيسة والرعية وتوضيح الأسرار، وهذا جدا مهم. شكرا ليلى عزيزتي، شكرا، شكرا للمشاركة، شكرا للكل. فكثير للأسف الشديد أنه الأسرار تضيع مفاهيمها ومعانيها ونأخذها حجج، نأخذها حجج بس، أنه شفتوا كثير كهنة بإيطاليا انصابوا وماتوا بسبب إداء واجبهم، وكانوا يزورون مرضى كورونا. كثير من عندنا ككهنة مضحين، لازم نوفي هذا الواجب، نوفي هذا الحضور الكاهن في البيت. تعرفون حضور الكاهن شقد مهم؟ لما الكاهن يعرف رسالته، يعرف كهنوته، يعرف حدوده، أنه لما يزور البيت صراحة يعني ما مدحن بكهنوتنا، لا، هو بركة، بركة حضور يسوع في البيت. ولا نستهين بحضور الكاهن في البيت وناخذها أنه وقت فراغ، لا، خلي يكون حضور فعال ومهم. حتى الكاهن يجامل أهل البيت، يقعد وياهم، يأكل وياهم، يحكي وياهم، يتنكت وياهم، بس حضور كثير مهم، هو بركة البيت بحضور كاهن يبارك حضوره بجماعة الموجودة داخل البيت. الله يبارككم جميعا،
عزيزي مشاركين انتم شاركتوا ويانا، ومثل ما قلت اتمنى تشاركون اساقفتنا المرضى بمرض فيروس كورونا مار باسيليوس ومار روبرت، والاباء الكهنه ابونا البير وابونا هاني، اخواتنا الراهبات، ومثل ما قلنا الاعضاء اللي اعرفهم خدمت في كنيسه فلينت اللي حاليا كم بيت هناك مصاب في هذا المرض. اتمنى يشيل عنهم هذا المرض ويشفيهم جميعا ويرجعون الى عوائلهم بصحه وعافيه. ومثل ما قلت ايضا الاخت ناديه سكرتاريه مطرانيه ديترويت همنا مصابه في هذا المرض، الله يشفيها ويشفي جميع مرضانا، الله يحميكم جميعا. رؤى اكيد رؤى راح يجي دور القريب في المحاضرات القادمه، فاتمنى ما نسبق الاسئله. مثل ما قلت اليوم مقدمه عامه، اكيد ما نقدر نعطي كثير اسئله، وكل سؤال هو مرتبط بالسؤال، فقد ما نقدر احنا نذكر سر بسر. وهم يعني ما بدي اطول وياكم لانه تقريبا اخذت وياي نص ساعه 35 دقيقه بالمحاضره. اهلا وسهلا سعيده من كنيسه مريم العذراء ام الرحمه سميل، تحياتي وسلامي لكل اهالي سميل، الله يحميكم جميعا، شكرا جزيلا. شكرا قيس ويشفي جميع المرضى امين. مع الاسف وفاه الكهنه في ايطاليا، وفاه الكهنه في ايطاليا كانت خساره لنا في هذا الزمان اللي احنا محتاجين. شكرا شكرا عزيزتي ليلى، واكيد الله يرحمهم، يرحم جميع الموتى بالاخص في هذا بسبب هذا المرض وهذا الفيروس. الله يقويكم، شكرا شكرا لكل الحاضرين ويانا، شكرا اللي انتم شاركتوا ويانا. يعني راح ابقى وياكم كم دقيقة أخرى إذا أكو سؤال، حتى أنا نتهيأ الأسبوع الجاي راح يكون عندنا سر العماد المقدس. شكرا رشا، شكرا لحضورك، شكرا لمشاركتكم، شكرا، الرب يبارك الجميع، الرب يبارك الجميع. اهلا وسهلا، شكرا شكرا لكل الحضور. الله يقويك ابونا الف شكر لك الشرح الجميل مقدمه بخصوص الاسرار المقدسه، شكرا سينا شكرا. اللي مسجل اسمه اللي عن طريق الايميل اللي بعث ايميل ارساليتنا، او عن طريق صفحة الفيسبوك، او عن طريق الاتصال الهاتفي، اللي سجلوا الى هاي اللحظة من ارساليتنا، فاتمنى يقدرون يحضرون القداس لانه تقريبا وصل عددنا راح يوصل 40 او اكثر من 40، راح يوصل اكثر من 40 اذا وصل الى إذا يجوي فعلا الأشخاص المسجلين، لأنه مو يسجل لي أربع أشخاص يجي لي واحد أو يجي لي اثنين، اللي خبروا وقالونا هكذا عدد رح يجون، فأكيد اللي اتصل لهاي اللحظة اللي دا أحكيها ساعة مباشر إلى إرساليتنا، فاللي مسجل عن طريق الإيميل أو عن طريق صفحة الفيسبوك أو عن طريق الاتصال يقدر يجي من بعد ما تخلص محاضرتنا من بعد هاي اللحظة. أنا أعتذر ما رح أقدر أقبل أي شخص يجي، فأشكركم كل اللي شاركوا ويانا، شكرا
رنا اهلا وسهلا بكم اللي مسجلين اسماء، اهلا وسهلا، يقدرون يحاضرون. كيف نعلم اولادنا الاسرار؟ عزيزتي سر الاعمال طفل، هو شلون يتعلم؟ فشويه شويه نعلم القريب. اكو سلسله محاضرات الكاهن اثناء الاعمال، اذا تعرفون اكيد. اشكر شماس جورج، كثير اشكره، لانه يهيئ كراس صغير بينه مفهوم سر الاعمال. الاهل لازم يعرفون، بس الاهل المشكله ملتهين في تحضير الحفلات، الاكل والشرب والعزايم، اكثر مما تهيئه الروحيه هم لذواتهم. فهاي مشكله عزيزتي مارجو، انه لازم نفكر كاهل، نفكر اشوف من هو القريب المناسب لطفلي. اذا عندكم طفل اريد اشوف هذا القريب المناسب. ها ابونا دا انتظر قريب يجي لي من امريكا، شنو معنى القريب دا يجي من امريكا او دا يجي من استراليا؟ ما يصير. قريب هو قريب معناته مربوط ويانو، لانه هذا القريب لازم يكون قريب، حتى جسديا يكون قريب، مو انتظره من خارج بعيد long distance حتى نفتح كاميرا يعلمه تعليم مسيحة ويعلمه فتشي، ما يصير هذه. فشوية شوية لازم يتعلمون الأهالي أولا بعدين الأولاد، لأن حتى التهيئة للزواج الأم واجبها تعلم البنت والابن، تعلمهم أولادهم، أنتوا راح تأسسون حياة. أو بالأخص أولادنا هسا عدا يروحون الجامعة، إذا راحوا للجامعة وحتى لو بقوا قسم داخلي، صراحة يعني قعدوا وياهم علموهم انه انتم راح تتحملون مسؤوليه، ماكو بعد ابو ام دار مداركم، انتم عيشوا، بالاخص اللي راح يعيشون في حياه جامعيه روميت وحدهم، اكو ناس مخدرات ياخذون، اكو ناس مشروبات ياخذون، اكو ناس شيشه ما شيشه وحشيشه ياخذون، اكو ناس يتعاركون بارات ويرحون، اكو ناس غير اخلاقيين. لازم انت شلون تربى بالبيت حتى يعرف على تربية البيت يبني مستقبله. فهاي اخوتي انا ركز عليها اليوم وياكم. شكرا عزيزتي مارجو، انتصار شكرا جزيلا. نادين، نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين بالكورونا وخاصة الاباء والراهبات في العراق ومصابين في امريكا، امين. شكرا عزيزتي، شكرا. شكرا سمير على المعلومات القيمة، شكرا. بهرة شكرا جزيلا، شدا شكرا، شكرا نهلة، الله يبارك بالجميع. ندى مساء الخير أبتي العزيز، الموضوع مهم جدا خصوصا فيما يتعلق بالأسرار الكنيسة. شكرا ندى، وتحياتي وسلامي لأهل شيوس. برناديت شكرا عزيزتي برناديت. قيس يعقوب، أبونا أنا غير مسجل، هل أستطيع أن آتي غدا أو لا؟ شكرا قيس، لا تحرجنا قدام الكاميرا. أكيد أكو لجنة مخصصة، أنا حاطها لجنة التشارتي ولجنة التنظيم وتعقيم، هم مسؤولين بالحضور. أكيد أهلا وسهلا بكم. ليلى كاد، نعم أبونا إحنا بالعمال، أبونا رعد والشان كان يشرحون سر العماد أثناء العماد ويقضي وقت ضمن العماد طبعا، نشكره الله يبارك. أكيد ليلى شكرا، أكيد هذه أبونا الكهنة لازم يشرحون سر العماد حتى نفهم معنى العماد احنا ايش نسوي. فكثير مهم أخوتي. شكرا مارجو، شكرا عزيزتي، شكرا قيس، شكرا للحضور، شكرا لكم لمشاركتكم ويانا. أتمنى ما أخذت من وقتكم كثير. مثل ما قلت اللقاءات روحية نستفاد من عندها، وأتمنى تسوون مشاركة بهاي اللقاءات مالتنا حتى توصل كلمة الله لكل إنسان محتاج حتى يفهم. وهاي بالأخص موضوع الأسرار. أكيد قبل كل شيء أشكر أساقفتنا الأجلاء، أشكر الأساقفة الكهنة
اللي تكلموا عن أسرار الكنيسة السبعة وشرحوها كثير بتفاصيلها. بس مثلا مثل ما نقول كل واحد وكنيسته، وأنا كنت موعدكم من بداية أنه راح أبدي شرح أسرار الكنيسة، بس الظاهر صارت شوية عندي سعلة كلش قوية وسحبت وياي، وهسع من همنا من أعلي صوتي أبدي شوية أقح وياكم، تشوفوني أستعمل نابكن. أكو هاي النقطة اللي أنا أستعمل نابكن، أنا عندي حساسية، مع احترامي أنه أستعمل نابكن كثير أستعملها، وبعدين أمسك أشياء بالأخص بالكنيسة، يعني مع احترامي ما أريد تصيرون في شك أو شيء، لا ما أفضل الكاهن يمسك حلقه خشمه أذنه بإيده. أتمنى يكون نابكن، لأنه الإيد تتستعمل لمسك أسرار الكنيسة. صراحة إجالي تعليق أنه أبونا أنت كثير تستعمل نابكن بإيدك. أي أستعمل نابكن بإيدي أحسن ما أستعمل إيدي ومن إيدي أمسك القربان أو أمسك غير أشياء مقدسة داخل الكنيسة. فأنا أعتذر لأنه عندي حساسية، بصراحة عندي حساسية، من أعلي صوتي أبدي أقح. فأتمنى يكون لقاءنا حلو، لقاء مثمر، لقاء محبة، لقاء غفران، لقاء تسامح، لقاء حضور يسوع في حياتنا. الله يحميكم، الله يحفظكم، والله يشفي جميع مرضانا ويرحم جميع موتانا. وأتمنى نكون نهار مبارك اللي عنده نهار، وليلة سعيدة اللي عنده ليل، وكلنا نصلي ونقول السلام لك يا مريم الممتلية نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين، آمين. نعمة ربنا تكون معكم دائما وتحميكم وتحفظكم بالصحة والعافية، ومثل ما ذكرنا بهاي النوايا اليوم نصلي من أجلهم جميعا، من أجلكم كلكم أنتوا اللي قاعدين وشاركتوا ويانا بهذا اللقاء، وشكرا شكرا شكرا على وقتكم اللي اعطيتوا لنا إياه وقعدتوا معانا بهذا اللقاء. الله يحميكم، الله يحفظكم، ليلة سعيدة اللي عنده ليل، ونهار مبارك اللي عنده نهار، آمين.